كلش تفاصيل، ملحقاتها مو ياك خبون، نسوارها بنفس النقشه، المحبس يجنن فقار كلش راقي، وزنك كلش كلش مناسب 53 غرام و 58. يلا خلينا نشوف هذا، هذا 3 كلر بينك وسيلفر وجولد، الوان تخبل وداخله مع بعضها متجانسه ومقيتها لمسه كلش حلوه. كارتير يجي كامل، يعتبر هيك وسط، لا هو اللي كلش ناعم ولا هو ضخم. الكارتير نازله من عندها هاي التفاصيل يخبل حتى ما يكون في التصميم ممل، ضايفين له هذه التفاصيل كلش حلوه. والحقات تجنن، سوار تتخبل كلش حلوه وراقيه، بس كذلك كلش مميز. اللي يعجبها تطق له سكرين، يعني انا بالنسبه لي اشوف النيشان مناسب جدا، يعني كلش حلو، وتلبسيه بالحفله وبدون حفله يعني كلش راقي. شوف هذا هم نفس اللي عرضتها لكم قبل شويه، هم كارتير بس كارتير يجي كلش ناعم.